ابن الصحراء سلمان الأعسم أبو محمد من كبار المدربين والفرسان في عالم السباقات والميادين، اليوم جاء على أرضية الميدان ليشرك إصرار ابن برق الصخرة وبنت كلاسيك رشيد الملك إسماعيل وعادل الهواشلة. ما شاء الله تبارك الله بقيادة الفارس المهندس ابن الصحراء سلمان الأعسم. زيدان على أرضية الميدان ابن الفحل ابن فريد وبنت الأيال للملك أبو يوسف من قلنسة والمدرب أيضا أبو يوسف القيادة لإبراهيم أبو عرار. كلنا بالخيل بقية المشاركين والرجاء إدخالها على أرضية الميدان وتعديدها أيضا. للملاك صالح وطراد من بير المكسور المدرب بندر غريفات القيادة ستكون لزنور. ما شاء الله تبارك الله شلاش المبين 2021 فئة أولى جيل 3 سنوات. ما شاء الله تبارك الله سلمان الأعسم على صوت إصرار ينطلق الآن بعملية الإحماء. ابن برق الصخرة وبنت كلاسيك رشيد للمالك أو للملاك إسماعيل وعادل هواشلة القيادة لسلمان الأعسم. عبلين ممثلين اسطبلات الحلاس مدربين اسطبلات الحلاس تحياتنا عمر. القيادة ستكون لمالك سواعد أبو العدال. تل عمر بتخون قولهم الله على صوة زيدان إلى بعملية الإحماء إلى نقطة الانطلاق أيضا عملية إحماء عكسية لشلاش المبين مع زنور المدرب بندر غريفات أيضا ملك سواعد يعتلي صاوة أنجم الحلاس. أنجم الحلاس ينطلق بعملية الإحماء والآخر شلاش المبين مع زنور الفارس يشيعه بعملية الإحماء المدرب بندر. ما شاء الله تبارك الله بالتوفيق للجميع.
ملاك مدربي خيول المجموعة الثالثة يكونوا على استعداد، ريان برق السلام، فجر مندوب الوزير، وفريدة الصبرات. سنوات في أولى، وفعلا ينطلق الشوط الثاني على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انطلق موافقا للمجموعة الثانية. شلاش المبين يقتنص الصدارة من البداية، إصرار مع سلمان الأسم بالمراتب الثانية، إبراهيم أبو عرار مع زيدان يترقب المراتب الثالثة، أنجم الحلاس يراقب من الخلف مع مالك سواعد، لكن شلاش المبين ما يزال متصدر هذا الشوط مع زنور. سلمان الأسم يحافظ على المراتب الثانية على صوة إصرار، شيئا فشيئا الأمهار تقترب من الخط المستقيم. ما شاء الله تبارك الله، الأمهار ما بين المنعطفين بقبالة دخول الخط المستقيم، ما يزال شلاش المبين متصدر هذا الشوط مع زنور. من الخارج سلمان العسم يحاول تغليص الفارق على صوة إصرار، ومالك سواعد على صوة أنجم الحلاس من الداخل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شلاش المبين وإصرار بنزاع على صدارة هذا الشوط. شلاش المبين وإصرار، شلاش المبين وإصرار، يا سلام، إصرار بالمرتبة الأولى مع سلمان العصم، شلاش المبين بالمرتبة الثانية مع زنور، وأنجم الحلاس بالمرتبة الثالثة مع مالك سواعد. ما شاء الله تبارك الله، إصرار انطلق ثالثا وحل أولا مع المهندس سلمان العصم. إذن مبروك، ألف ألف مبروك لصاحب المرتبة الأولى إصرار للملاك إسماعيل وعادل الهواشلة بقيادة المهندس ابن الصحراء سلمان الأعسم. مبروك المبروك إصرار، مبروك إسماعيل وعادل الهواشلة مع بطل هذا الشوط إصرار. ما شاء الله تبارك الله يا إصرار، انطلق ثالثا وأصر على أن يكون بطل هذا الشوط. ما شاء الله عليك يا إصرار، ألف مبروك إسماعيل، مبروك. الثانية كانت شلاش المبين الذي دخل بثنائي مع إصرار. شلاش المبين من طريق المبين وهديل، ملاك صالح أطراد من بير المكسور شيعه بالتدريب بندر غريفات مدرب الكبير بندر، والقيادة كانت لزنور. ما شاء الله عليك يا شلاش، صلى سيدنا محمد، مبروك يا عطية، مبروك أطراد، مبروك استبلات الشيخ التدريب بندر غريفات. مرتبة الثالثة أنجم الحلاس بن مرعب وغزل الفانتوم، الملك خالد حلاس مدرب الاستبلات الحلاس، القيادة كانت لمالك سواعد. ألف مبروك أنجم الحلاس، مبروك لمربط الحلاس.